جرحى بعد مواجهات تخللها إطلاق نار وحرائق في سجن إيفين في طهران، والسلطات تقول إنها استعادت السيطرة. الاحتجاجات في إيران تدخل شهرها الثاني، والأنباء تتحدث عن أكثر من 230 قتيلاً بينهم 20 طفلاً. طهران تهدد باستهداف القواعد الأمريكية في كردستان العراق إذا اتخذوا أي إجراء ضد طائراتها المسيرة. طاب صباحكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الحدث التي نبدأها من إيران، حيث قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن نشوب حريق وإطلاق نار داخل سجن إيفين في طهران أمر مخيف، وعلى السلطات الإيرانية حماية أرواح السجناء. التصريحات تأتي بعد إطلاق نار داخل سجن إيفين واشتعال النيران، وانطلقت صفارات الإنذار في محيط السجن الذي يحتجز به معارضون سياسيون ومزدوجو الجنسية. هذا وأعلنت وسائل إعلام إيرانية إصابة 8 سجناء، وأن الهدوء عاد للسجن وتمت السيطرة على الحريق. ونقلت عن مسؤول أمني أن العناصر التي قالت إنها أثارت الشغب داخل السجن عن بقية السجناء، مشيرا إلى أن الاضطرابات وقعت بعدما أشعل سجناء النار في مستودع ملابس السجن. فيما قالت قناة إيران إنترناشونال عن شهود عيان إن أحد أجزاء سقف السجن انهار جراء الحريق، وإن الحراس أطلقوا النار بشكل متكرر على السجناء. وأضافت أن الشرطة أغلقت الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى السجن. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس علق عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر بعد اندلاع حريق واشتباكات في سجن إيفين الإيراني، وقال برايس إن الخارجية تتابع التقارير المتعلقة بالحادث في سجن إيفين على وجه السرعة، وأضاف أن إيران مسؤولية كاملة عن سلامة المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلما، مطالبا بالإفراج عنهم على الفور. بسته شده، یادگار رو به جنوبم از بالا بستن چون هیچ ماشین دیگه رد نمیتونه بشه. حالا ما هم میریم ببینیم.
دخلت التظاهرات في إيران اليوم شهرها الثاني مع استجابة واسعة للمواطنين للمشاركة في الاحتجاجات والإضرابات التي شلت النظام الإيراني. ووسط حملة أمنية شرسة من قبل قوات النظام الإيراني أدت إلى قتل أكثر من 230 قتيلاً بينهم أكثر من 20 طفلاً، يواصل المحتجون حراكهم فيما لوح الحرس الثوري باستخدام القوة لقمع الحراك. ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن قائد الحرس الثوري في طهران قوله إن 380 كتيبة من قوات الباسيج جاهزة للتدخل، مؤكدا إصابة 850 من منتسبي الباسيج في العاصمة طهران لوحدها. لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إيران على خلفية الاحتجاجات المندلعة بسبب وفاة الشابة مهسا أميني، لكن بالنسبة لطهران فإن العقوبات الأوروبية لها وقع أقوى من نظيرتها الأمريكية أو الكندية. مرحومة أميني حمر متأثر كاد. السياسة الناعمة باتت نهج المسؤولين في طهران، يوجهون تصريحاتهم تارة للمحتجين علهم ينهوا انتفاضتهم، وتارة للمجتمع الدولي لتحسين صورة بلادهم خارجياً. وقع هذا الحادث، ماتت فتاة صغيرة. حسناً، لقد كان حادثاً مريراً، كنا مستائين حقاً. لكن الواقع لا يشبه التصريحات المعلنة، فاستخفاف النظام الإيراني بأرواح الشباب بدا واضحاً في بيان لوزير الخارجية الإيراني خلال لقائه المشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية، استعجب خلاله من الضجة التي أحدثتها وفاة الشابة مهسا أميني في الغرب. من يصدق أن تكون وفاة فتاة بهذا القدر من الأهمية بالنسبة للغربيين؟ وفي خضم الضغط الداخلي والخارجي بدأ المسؤولون في طهران يستشعرون الخطر المحدق، لا سيما بعد تلويح الدول الأوروبية بفرض عقوبات على إيران، وهنا تحركت الدبلوماسية. وزير الخارجية الإيراني هاتف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي داعياً إلى إطار أكبر للتعاون بين الجانبين، فيما نصح الأوروبيين إلى النظر لقضية مهسا أميني من منظار واقعي. بالنسبة لطهران فإن العقوبات الأوروبية ليست كغيرها، فوقعها أقوى من تلك الأمريكية أو حتى الكندية لأسباب أبرزها أن الاتحاد الأوروبي يشكل تكتلاً قوياً باعتباره يشمل 28 دولة، علاوة على أن أوروبا تعتبر المتنفس الوحيد بالنسبة للإيرانيين، وسد بابها يعني عزل النظام الإيراني بالكامل عن العالم. والأهم أن الجناح الأوروبي وقف مؤيداً لعودة طهران وواشنطن للاتفاق النووي، وفقدان هذا التوجه يعني فقدان الأمل نهائياً من إحياء الاتفاق. إيلين يوسف، الحدث.
قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن القواعد الأمريكية في إقليم كردستان العراق تخضع للمراقبة من جانب بلاده، مضيفا أن بلاده على علم بمكان القاعدة الأمريكية في كردستان العراق وعدد قواتها، وفي حال اتخاذ أي إجراء ضد طائراتهم المسيرة فستقوم طهران بالرد بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية. أوضح باقري أن إيران خيرت سلطات إقليم كردستان العراق بتحويل الجماعات المسلحة لفصائل مدنية منزوعة السلاح أو ترحيلها. أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية في العراق أنها ستعقد اجتماعاً استثنائياً تستدعي فيه وزير المالية وكالة المعفي إحسان عبد الجبار إسماعيل ووكيل وزارة المالية والمدير العام لهيئة الضرائب السابق والحالي للتحقيق في سرقة ما يقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين، وستعلن عن نتائج الاستدعاء للرأي العام. هذا وكشف إحسان عبد الجبار إسماعيل عن تسليم ملف التحقيق إلى الجهات الرسمية المعنية وعقب إعفائه من منصب وزير المالية بالوكالة، ويتعين وتعيين وزيرة الدولة هيام نعمت لشغل المنصب. قال إن عمله فيما يتعلق بالتحقيق في ملف السرقة قد انتهى، وتم تسليم التقرير للجهات المختصة وللجنة المالية البرلمانية التي طالبت بذلك. أثار تكليف محمد شيع السوداني رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة حفيظة الصدر الذي خرج محذراً هذه المرة من تحويل العراق إلى ألعوبة بيد الأجندات الخارجية، وأنه لا يكون جزءاً من حكومة تبعية ميليشياوية. الكتلة النيابية الأكثر عدداً وطلبهم بتكليف السيد محمد شياع صبار السوداني. 48 ساعة كانت كفيلة بخروج الصدر عن صمته اتجاه الإطار التنسيقي بعد تكليف محمد شياع السوداني رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة، رد أكد فيه رفضه القاطع والصريح للاشتراك في حكومة تبعية ميليشياوية كما وصفها. مواقف السيد الصدر هي منذ البداية ذهبت إلى رفض أي حكومة توافقية. السيد الصدر هو يروم الذهاب إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من أجل إعادة بنية النظام السياسي العراقي، وأنا أعتقد وحسب ما أراه من معطيات على أرض الواقع مهمة الحكومة المقبلة هي مهمة حساسة للغاية وإنما تقومون به حاليا. موقف الصدر الرافض للاشتراك بحكومة توافقية يقابله سعي حثيث من الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الجديدة حتى لو لم يكن الصدر جزءا منها، ما ينذر بتصعيد قادم إذا ما استمر الإطار باستفزاز الصدريين. ما ممكن أن تمضي العملية السياسية بدون أن يكون هناك رضا لدى كل الأطراف، وبدون أن تكون معادلة إقصائية أو تهميش لأي طرف من الأطراف، لأن السقوط سيكون أكبر من الانسداد السياسي. لذلك نتمنى أن هذه الخطوة ممكن أن تبنى عليها توافقات مع الكتلة الصدرية، رغم أنه اليوم هناك تغريدة للسيد مقتدى الصدر عن طريق الصفحة الخاصة بوزير القائد أكد أنه لن يشترك في هذه الحكومة. تشرفنا اليوم باستلام كتاب تكليفنا. تكليف السوداني لا يعني مطلقا أنه سيرأس الحكومة الجديدة، ولا أن تشكيلها سيمر بسهولة، خاصة في ظل التقاطعات الحاصلة داخل الكتلة والحزب الواحد والتي ظهرت بشكل واضح في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية. من بغداد، سامر الكبيسي، الحدث. إلى السودان، حيث جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان التأكيد على موقف المؤسسة العسكرية المعلن في 4 يوليو الماضي الذي يقضي بانسحاب المؤسسة العسكرية من السجال السياسي لتتفرغ لإدلاء مهامها الأساسية المتمثلة في حماية وصيانة أمن وسيادة البلاد. من جانبنا نؤكد على مواقفنا الثابتة التي أعلناها والتي تقضي بانسحاب وخروج المؤسسة العسكرية من السجال السياسي لتتفرغ لأداء مهامها الأساسية
في حماية وصيانة أمن وسيادة البلاد. مسيرة الانتقال في السودان تحديات وتعقيدات كثيرة، إلا أن المؤشرات الآن أضحت أكثر إيجابية وتدعو للتفاؤل وتبشر بقرب النجاح في الوصول إلى وفاق بمشاركة معظم القوى السياسية والمجتمعية وأطراف السلام. كل ذلك يقوي من الضمانات التي تكفل استقرار الفترة الانتقالية وتمكن الجميع من تشكيل حكومة مدنية تدير البلاد وتهيئ المناخ وتتخذ التدابير اللازمة لإقامة انتخابات حرة وشفافة في نهاية الفترة الانتقالية. من المنتظر أن تستأنف اللجان الفنية المشتركة بين السودان وإثيوبيا عملها قريبا لحل النزاع الحدودي بين البلدين بعد اتفاق بين رئيس الوزراء أبي أحمد ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. عدد من القضايا الخلافية كانت حاضرة في اجتماع الرئيسين على هامش ملتقى تانا الذي يبحث التحديات في القارة الأفريقية. الدعوة لحضور ملتقى تانا العاشر الذي يبحث التحديات والتهديدات في القارة الأفريقية. أما الحدث فهو قمة بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لبحث مواضيع ظلت محل توتر ونزاع. ها هو حاكم أقليم أمهرة يرحب بالبرهان، وهو الذي وجه له اتهامات سابقة وعديدة بدعم جبهة تحرير تيغراي. His Excellency General Abdel Fattah al-Burhan, President of Sudan. سد النهضة والحدود والتوترات الأمنية بين الجيشين والتي تحدث بين البلدين كانت حاضرة على طاولة النقاش، فضلا عن مواضيع أخرى ما زالت بعيدة عن أعين الإعلام. عندما ينتهز الأشقاء والأصدقاء فرصة اللقاء معا، ستكون هناك إمكانية لتبادل الأفكار حول قضايا مختلفة لإيجاد الحلول لها. سيناقش الرئيسان في القمة قضايا سد النهضة الإثيوبي وكذلك أزمة الحدود بين البلدين. النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا من المواضيع التي أقلقت القارة الإفريقية، لأنه قابل للاشتعال في أي لحظة ولم يحسم بصورة واضحة بعد. الفرصة كانت سانحة وطيبة من خلال حضور هذا المنتدى أن يلتقي القادة من البلدين لمناقشة هذه الأمور ووضع برنامج لحلها ولمناقشتها في المستقبل القريب المتعلقة بالأمن والنزاع في أفريقيا والنزاعات في أفريقيا من أجل إيجاد حلول أفريقية للقضايا الأفريقية. يبدو أن النزاع بين السودان وإثيوبيا في طريقه للحل، فالأجواء التي سادت اجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تؤكد بدء صفحة جديدة في وقت تعاني فيه الدولتان من توترات سياسية وأمنية. لين يعقوب الحدث من بحر دار الإثيوبية. قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس حول تمويل بقيمة 1,900,000,000 دولار لمدة 48 شهراً لمساعدتها على استعادة استقرار الاقتصاد وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية. وأضاف الصندوق أن الاتفاق مرهون بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي من المقرر أن يناقش الطلب في ديسمبر المقبل. زيادة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في فرنسا يدفع المواطنين للدعوة إلى النزول للشارع احتجاجاً على الأوضاع ولمطالبة الحكومة بتحسين الأجور. تزداد تكاليف المعيشة في فرنسا بسبب نسبة التضخم التي رفعتها الحرب في أوكرانيا، فوجدت العائلات نفسها أمام وضع صعب لسداد فواتيرها، وخصوصا تلك المتعلقة بالطاقة مثل الكهرباء والغاز. عبد الرحمن موظف في شركة رونو الفرنسية، تلقى مثل كثير من الفرنسيين رسالة من شركة الكهرباء تبلغه بأن زيادة في الأسعار سيبدأ تطبيقها على الفواتير ابتداء من هذا الشتاء.
قبل أشهر وصلني إيميل من شركة توتال إنرجي أبلغوني أنهم راح يزيدوا سعر الكيلو وات أور، ما أبلغوني بالتسعيرة الجديدة، ولكن بعد ما طلعت على على الأرقام الموجودة على موقعهم أنا كنت أدفع 0.14، الآن بدفع 0.17، وعلى نهاية السنة راح يتم إعادة تقييم وراح أدفع الفرق فرق الزيادة حسب مصروفي. هاجس دفع الفواتير وإكمال الشهر بما تبقى من الراتب بات حديث الناس اليومي، بل أيضا أصبح يهدد بانفجار اجتماعي يلوح في الأفق مع دعوات لتظاهرات ضد الغلاء يتوقع أن تحشد آلاف المواطنين هذا الأحد. الإضرابات اللي بنشاهدها الآن من موظفين الشركات هي نتيجة طبيعية للازدياد المستمر في أسعار الطاقة والأسعار المواد الغذائية مقابل ثبات الرواتب، فالتظاهرات واللجوء للشارع هو أمر مبرر في ظل الظروف الحالية. الحرب في أوكرانيا فرضت واقعا صعبا على الدول الأوروبية، فأصبحت في منتصف طريق غير قادرة لا على تجاهل تردي الأوضاع المعيشية لمواطنيها ولا على التراجع أمام روسيا بعدما فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو، ارتدت تداعياتها على عواصم كانت تعرف بأن مواطنيها يعيشون حياة الرخاء والرفاهية أحيانا. فادي الدهوك، الحدث، باريس. أعلنت وزارة الدفاع الروسية قتل 11 شخصاً على الأقل وإصابة 15 آخرين بإطلاق نار في موقع عسكري روسي بمنطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا، وصفة منفذي الهجوم بالإرهابيين. وقالت الوزارة في بيان إن مواطنين يتحدران من الاتحاد السوفيتي السابق أطلقا النار من أسلحة الرشاشة خلال تدريب، مضيفة أنه تم الرد على الإرهابيين وقتلهما. الطريق إلى خرسون كان من القرم، هكذا كان مصير أولى المدن الأوكرانية التي وقعت تحت السيطرة الروسية. مدينة لا تقل أهمية عن باقي الأراضي الأوكرانية، لكن يبدو أن كييف وضعتها هدفاً أساسياً أمامها حالياً نظراً لأهميتها المعنوية والعسكرية والاستراتيجية بالنسبة لبوتين ولقربها من القرم. هجمات نفذتها القوات الأوكرانية اخترقت فيها الخط الدفاعي الروسي حول خرسون واستخدمت فيها المقاتلات والمروحيات. فالهجمات الأوكرانية كانت تنطلق من القرى التي تسيطر عليها مثل دوتشاني، ميكولايفكا، أدريوسكا ودافيدوف برود، قرى تستخدمها أوكرانيا لتنفيذ هجمات على مناطق سادوك، يشينكا، بياتي خادكي الواقعين تحت السيطرة الروسية. في المقابل وزارة الدفاع الروسية أكدت أن قواتها تصدت للهجمات الأوكرانية، مشيرة إلى أنها ستنظم عمليات لإجلاء سكان المدينة إلى مناطق أخرى تخوفاً من الهجمات الأوكرانية. تطورات متسارعة تشهدها الحرب في أوكرانيا، بداية من التقدم الأوكراني وصولاً إلى التهديدات الروسية بعدم التسامح مع كييف. ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.